مدى خطورة الورم الخبيث ديال الغدة الدرقية؟ واش الطبيب انا قال لي ملي فتحت جبرت ورم خبيث. حنا باش نهضروا حيت الورم الخبيث فيه بزاف ديال الانواع، ولكن الورم الخبيث اللي كتير هو كيكون من جنس الغدة الدرقية، هذاك ما كيكونش واعر بزاف. زعما الناس واخا كيتخافوا ولا ما هذا، زعما العلاج ديالو كيوصل ل 93%، كيرجع العلاج كاين تقريبا بنسبة كبيرة. زعما هذا الواحد ماشي حتى لهاد الدرجة يخاف منه. هادو واحد النوع ديال هاد المرض اللي كيكون كنقولوا عليه هاد الورم اللي كيكون عنده الوظيفة ديال الغدة الدرقية. حنا الأكثرية الجراحة كتكون كتحيد الغدة الدرقية كاملة، ما كتخلي حتى حاجة منها. هذاك الشيء اللي كيتشاف، باش نسهل لكم الفهم، تيح الجراحة هو اللي كيحيد هذه الغدة الدرقية، ولكن سميتو هذاك الشيء اللي ما كيتشافش كنصيفطوا المريض عند الأطباء النوويين، اللي كيعطيوها واحد الفانيده نوويه اللي فيها لا راديو اكتيفيتي اللي كتصفي الذات من داك الشيء اللي ما كيتشافش، وطول المريض كيرجع عادي وكيكون هذا. ولكن كل شيء على التشخيص المبكر. وكاينين هذوك الورم اللي خبيت، هو الحمد لله اللي على لطف الله قليل البورسنتاج، واحد النسبه قليله، هذوك اللي كيكونوا شويه واعرين بزاف، كيكونوا داك التطور ديالهم شويه واعر بزاف، ولكن النسبه ديال هذا الورم الخبيث هذا اللي كنهضر عليه اللي كيقدر يهرب لنا يهرب من العلاج، ما كنقدوش لا الفتيح لا البوله لا الاشعه لا الشيميوثيرابي لا ما كيقدوش ياخذوا نجاعه في هذا، ولكن الحمد لله باللي النسبه قليله بزاف. وشكرا.